خليني اسال اليوم بعد التحيه لك ولجنابك ولقناتك ولكل المستمعين والمشاهدين. الله يسلمك. يعني بودي اليوم نحكي اليوم كلام مو تقليدي شويه لو سمحت. انا ما اريد التقليد استاذ احمد. اي والله بودي يعني انت حبيبي واخونا. الله يسلمك. والقناه العراقيه ما نعرف سياسه القناه الان تمثل نبض الشارع، فبالتالي اليوم خلينا نحكي شويه بواسطيه. صح. تفضل. الله يبارك فيك. تعال يعني جزء من العتب على جنابك وعلى المعيد على المقدمه اللي قدمتها، قلت لك انا كنت اتابع البرنامج. ليش قول لي سويت شيء غلط؟ اول لا عفوا تعالي، اولا احنا لا ندعي ان ادائنا مثالي ولا ندعي ان حققنا طموحات المواطنين ولا حتى طموحاتنا كوزاره، احنا ما لبينا الطلب ولا لبينا ساعات تجهيز، بس تدري مو هذه السنه. يعني ملف الكهرباء هو بدا بالتدهور من سنه 91 وصعودين الى ان وصلنا الى هذه اللحظه. طبعا كل الكلام استاذنا الحبيب استاذ علي، كل الكلام اللي راح نسوقه والله العظيم المواطن خطيه غير معني به، يعني المواطن شو له دخل؟ اذا اقول عندي عراقيل، عندي صعوبات، عندي كذا، المواطن شو له دخل؟ يقول لك انا اريد كهرباء، ايش علي باللي تحكوا انتم؟ مو تمام استاذ علي؟ تمام. زياده على ذلك استاذ علي حبيبي، انا وانت وكل المتفقين المراقبين لقطاع الكهرباء نقول ان قطاع الكهرباء لم يخلو لا من فساد ولا من سوء اداره ولا من سوء تخطيط، نعم رافق القطاع، رافق سوء اداره، رافق سوء تخطيط، وحتى رافق فساد. بس انا اقول سيد احمد، مو هذه طبيعته على المواطن، ما له اي ذنب، انت مثل ما قلت.